مرحبا، معكم إيهاب حسون من جامعة المنار بطرابلس. اليوم رح يكون تاني ديزاين لأنتنا اللي هو هلا مونوبول أنتنا using CST software. شو هو المونوبول؟ مثل ما شايفينه على الصورة، هو عبارة عن شقفة من دايبول طولها لامدا أوفر 4 مع جراوند بلين، والتغذية الفيد لاين تاعه هو من هاي الدايبول لهي الجراوند بلين. فخلينا نفتح CST ونبلش ديزاين بهالأنتنا. أول ما تفتح صفحة السي اس تي يبين عندك هيدي بس كرييت بروجكت مايكروويف اند ار اف اند اوبتيكال، بتنقي انتنا نكست، نقي الواير انتنا لانه الدايبول واخواته عبارة عن واير نكست، نحن بدنا التايم دومين نشتغل عليه نكست، يونت رح نتركهم مثل ما هن ستاندرد نكست، الفريكونسي رح انا اقول من 2 جيجا هرتز لل 3 جيجا هرتز، انا بدي الاي فيلد والاتش فيلد والفار فيلد نكست. هلا رح يخلق لي هو الانفايرمنت. طيب هالوقت اللي هو عم يخلق فيه الانفايرمنت نحن رح نقول شو هي الابلكيشن للمونوبول انتنا. مثل ما بنعرف اذا بدنا سياره ما فيك تحط شقفتين هيلف ويف لينكس دايبول، شقفتين دايبول او شقفتين مونوبول مش ظابطه بالسياره، بدها تغذيهم بالهواء مش ظابطه. فشو بيعملوا هن؟ بيحطوا شقفة انتنا اللي هي المونوبول انتنا، والجراوند بلين بيعتبروه هيكل السيارة. فخلينا هلا نفرس رقم 5، صار الزد باتجاهي الاكس على الرايت والواي لفوق. خلينا بالفيو نشيل الباوندينج بوكس، نفوت على الموديلينج. اول شي خلينا نخلق الباراميتر اللي انا رح استخدمه بهالبروجيكت. انا رح اخلق بالنيم لامدا، اعطيها فاليو. نحن قبل اشتغلنا على 2.5 جيجا هرتز، فهلا رح اشتغل علي انا كمان. طلعت معنا وقت اللمدا 119.9092. اللمدا هي سي اوفر اف، سي هي سبيد اوف لايت، الراديوس انا رح اعتبره لمدا اوفر 1000. رح اخذ جاب فور اكزامبل هلا 2 مليمتر. خلينا على هالباراميتر، إذا عرفنا شيء بنرجع نخلعه عن جديد. خليني وسع هون مشان يبين عندي الأرقام. فوت على الموديلينج، على السيركلر سايلندر، سكيت، بيخلق عندي هذا البوكس رح سميه مونوبول. الأورينتيشن اللي قاله رح أتركه على الزد دايركشن. الأوتر ريدس رح نعتبره آر، إكس سنتر واي سنتر رح أعتبرهم زيرو، الزد ميل رح اعتبرها جاب، والزد ماكس وخليها زيرو، نرجع من هونيك الجاب، زد ماكس رح اعتبرها لامدا اوفر 4. الماتيريال فينا ننقيها بك، هي بيرفكت الكتريك كوندكتر، في مثل ما قلنا هون لايبراري بنقي منها الماتيريال يلي انا بدي اياها. ريفيو اوكي، هذا هو المونوبول. خلينا نعمل فيو روتيت هذا الانتنا يلي انا بدي اياه. اوكي هلا نحن بدنا نعمل ديزاين، خلي عندي هون نعمل ديزاين للجراوند بلين. الجراوند بلين مثل ما شفنا شكلها هي سكوير، فانا رح انقي من هون بريك سكيب بيخلق عندي هذا البوكسز رح سميه جراوند بلين. الاكس مين هلا رح اعطيهم فاليو، وبعدين رح نغيرهم لنشوف شو عم يصير معنا وشو النتيجه اللي بيأثر عليها حجم الجراوند بلين. الاكس مين رح اعتبرها ماينس لامدا اوفر 4، اكس ماكس كمان لامدا اوفر 4، اعتبر الواي مين هي ماينس لامدا اوفر 4، والواي ماكس هي لامدا اوفر 4. الزد ماك الزد مين اللي هعتبره انا ماينس جاب، ارجع لورا 2 مليمتر، والزد ماكس هعتبره ماينس جاب ماينس 0.1. يعني انت رجعت لورا ماينس جاب، رجع لي من الزيرو ماينس جاب يعني محله، و 0.1 هي عباره عن سماكته لهال جراوند بلين. الماتيريال مثل ما شفناها بالصوره هي بيرفكت الكتريك كوندكتور باك. بريفيو اوكي، خلينا نشيل بالفيو الوركينج بلين، خلينا نكبر الصورة مطرح المونوبول والجراوند بلين، خليها هيك منيحة. اوكي
simulation and the pick point. أنا رح نقي هلا pick circle center. تفقس دبل كليك مرتين على المونوبول بيخلق بالسنتر تاعه، بترجع pick point. البريك هو عبارة عن face، فأنا بقول له pick face center، نقي الface تبع المونوبول، دبل كليك مرتين نقي لي النقطة، بقول له discrete port start. بنلاحظ هلا بالبورت خلق عندي بورت 1. انا هلا اذا بقول له ستارت سيميليشن سيت اب سولفر ديفاين 13 دي بي اكيورسي وتركنا الامبيدنس 50 اوم ستارت. هلا رح نشوف نتيجته، وعلى هالنتيجه رح نغير كذا فاكتور ولنشوف شو الفائده من تغيير هالفاكتور. بنلاحظ هو عم نعمل سيميليشن، عم بيخلق عندي ال 1D result، عم بيخلق عندي 2D result، حتى الفار فيلد وغيره كمان ببين. ودائما حسب الحجم تبع الانتنا او حسب صعوبة الكالكوليشن اللي عم بتصير بياكل وقت اكثر. نو قال لي انه خلص السيميليشن فينيشت سكسسفلي. انا بفوت على ال 1D result الاس باراميتر، لاحظ عندي انه منع عن ال 2.5 جيجا هرتز، يعني انا عندي شيء غلط. بنلاحظ انه الدايركتيفيتي بالفار فيلد، انا رح فوت على ال 2.5 ارجع لورا، لاحظ هي 1.155 دي بي اي. اوكي طيب هلا انا رح اغير 2 باراميتر، رح اضرب هون لامدا ب 0.94 تايمز 2. وهلا بنلاحظ انه لما غيرت انا هالفاكتور خلت الفريكوينسي عندي ترجع ل 2.5 او تقرب ل 2.5 جيجا هرتز. بيجي على الكومبوننت بيقول لي بدك تلغي الريزلت القديمة، انا فيني سيفها وفيني اقول له الغيها، رح الغيها. قال لي فاست اف 7 لنعمل ابديت للباراميتر يلي انت غيرتهم، فاست اف 7. هلا بقول له سيت اب سولفر 13 دي بي اكيورسي ستارت. هلا رح يعمل ستارت. قال لي انه السيميليشن خلصت، ما في عندك ايرور، فت على الاس باراميتر. بنلاحظ انه قربت اكثر. هلا كمان اذا بكبر هالفاليو حطه مثلا 0.997 كمان رح يقرب اكثر ويصير مثلا على 2.5. بنلاحظ مثل ما قلنا الدايركتيفيتي ضلت مثل ما هي. اوكي هون لاني غيرت الفاليو لللامدا، انا ما رح يعني غيرت الفاليو فعمل لي ابديت، فانا لحالها لاعمل كمان شيء زياده عنهم اني حجم الجراوند بلين كمان صغره، اعتبره لامدا اوفر 8 وهون لامدا اوفر 8 والواي مين رح كمان اعتبره لامدا اوفر 8 وهون كمان لامدا اوفر 8. انا لما صغر حجم الجراوند بلين اكيد عم بربح اني عم صغر حجم الانتنا، صار عندي لو بروفايل اكثر. طيب شو بستفاد؟ هلا بنشوف الدايركتيفيتي اللي كانت 1.155 شو رح تصير. فانا رح اعمل له سيت اب سولفر، وانا غيرت اللامدا مشان تمشي على 2.5 جيجا هرتز. غيرت اللامدا، انا ضربتها بفاكتور، يعني غيرت اللينكس تبع الانتنا. ستارت. هلا قال لي انه هو خلص سيميليشن، فانا هلا بجي على الاس باراميتر، لاحظ انه هي قربت اكثر، يعني كمان اذا بكبر هالفاكتور ل 9.9 بتظن بتجي على 2.5. بجي على الفار فيلد بنلاحظ انه الدايركتيفيتي تغيرت، صارت 1.8 كبرت اكثر، كبرت في 0.7. دائما انا هالانتنا عم بعمله اكيد منه بيرفكت انتنا، انا اذا بنلاحظ
واعلى من ماينس 10 دي بي، ولازم يكون تحت الماينس 10 دي بي اجمالا، لانه بتعني الماينس 10 دي بي انه بس 10% عندي لوس او باور ريفلكتد من الانتنا. ف كالكوليشن ما كثير دقيقه، بس انا المهم انه اعطيكم الواي اللي بتقدروا تعملوا ديزاين للانتنا للمونوبول انتنا. Thank you for watching. I hope you learn from my video about monopole antenna. يلي استفاد بتمنى يعمل لايك وشير للفيديو. Thank you.